صورة مثلى تجذب ولا تنفر، تقرب ولا تبعد، ومعها أضحى اليمن للمشاهد في الداخل والخارج أقرب ما كان إليه من قبل. من صنعاء المتألق وجهها على الدوام رغم أنها تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتمتد بنسبها إلى سام بن نوح عليه السلام، إلى مدينة شبام، درة وادي حضرموت، ومعجزة المعمار بالطين الشامخة بهاماتها في الأعالي منذ مئات السنين، إلى زبيد، مدينة الحصيب المنشورة كسرب من الحمائم البيض عند منداح وادي زبيد الخصيب. التواصل الثقافي السياحي الذي تتولى الموانئ نسبة من حركته المتدفقة إلى البلاد اليمنية أخذ يشهد تناميا مستمرا منذ قيام الجمهورية اليمنية، خصوصا وقد غدا صناعة توليها الدولة جل اهتمامها وتحرص على توفير البنى الأساسية اللازمة لاستيعاب حركتها المتعاظمة. لكن برنامج فرسان الميدان كان أشهر برامج علاو على الإطلاق، كما كان أشهر البرامج التلفزيونية الرمضانية. انطلق برنامج فرسان الميدان في العام 1995 ميلادية، واستمر بثه على شاشات التلفزة اليمنية ل14 عاما متتالية، لم يفقد بريقه أو يخبو، ظل قويا يتجدد عاما بعد آخر. كان البرنامج كما قيل أحد معالم الشهر الفضيل، كان وجبة رمضانية يقبل عليها المشاهد بنهم كبير، وجبة تغذي الروح وتسمو بعقول المشاهدين. كان برنامج فرسان الميدان متميزا ذا قيمة علمية واضحة وقيم أخلاقية، سعى من خلاله يحيى علاو إلى الإنسان في مختلف ربوع الوطن الكبير. سعى يحيى علاو ما وسعه الجهد إلى رفع مستوى الثقافة الإسلامية لدى المشاهد اليمني والعربي من خلال الفقرة الدينية التي تناولت القرآن الكريم والسنة النبوية والمعارف الإسلامية، وكانت تلك الفقرة بمثابة موسوعة معرفية عظيمة النفع والفائدة. هل تجوز صلاة العيد قبل الخطبتين؟ لا 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 يمكن، لا يمكن، لا يمكن. هيشوشوا عليك الشباب؟ لا لا هذا لا يمكن، هذا صح انهم لا يمكن. لا تسمع كلام الشباب الصغار هيشوشوا. كما سعى علاو الى التعريف بالمناطق والمعالم والأودية والطبيعة اليمنية في فقرة سياحية متميزة طاف فيها يحيى علاو مع طاقم البرنامج الأرض اليمنية طولا وعرضا لإبراز جمال الطبيعة وعراقة الأرض ومآثر الأجداد، فأماط اللثام عن كثير مما احتجب ونفض عن الكنوز ما علق بها من غبار الأرض، وقدم اليمن في أجمل صورة وأبلغ تعبير. واهتم فرسان الميدان بقضايا الأمة العربية والإسلامية، كما اهتم بالمبدعين والمبرزين في مختلف العلوم والمجالات. وإلى مزيد من العطاء والتميز إن شاء الله تعالى. يا خافي اللطف اللي بي ماشي لحقوق.
يحيى علاوي من خلال برنامجه الشهير بتوثيق وإبراز الألعاب الشعبية التراثية اليمنية في تنافس محبب يؤصل للموروث ويكرم فرسانه. وصلوا نصف المياه ونصف هذا اندلقوا عليه. وقفزة موفقة أيضا على 5 جمال وانطلاقة موفقة إن شاء الله تعالى. وقفزة أيضا متوسطة. متهيأ الآن للقفزة الاستثنائية الجمل والصالون، هل سيتقنها القافزون؟ نتابع وإياكم تفاصيل هذا الشوط الاستثنائي. وانطلاقة موفقة. نعم، لقد كان فرسان الميدان متكاملا في فقراته، متنوعا في مواضيعه، هادفا مفيدا، وفيه ظهر يحيى علاو مقدما بارعا ذا اسلوب فريد لم يسبقه اليه احد من قبل. كان فارس الإعلام اليمني يحيى علي علاو دائم الدأب، يجتهد حتى التعب، نشر ظلاله الوارفة على كل ما وصل إليه البصر وتنفذ إليه ومضات البصيرة. على يديه تتلمذ الكثير من زملاء المهنة وتلقوا عنه أبجديات الإعلام وقيم الكتابة ونبل أهداف العمل. لقد أخلص يحيى علاو لوطنه وأمته، لزملائه ومهنته، ولدينه قبل هذا وذاك، فنال الرضا من الله والقبول من الناس.